بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم مركز سوريزات الألغام بنزع الألغام الفردية التي زرعتها قوات النظام في محيط الأبنية السكنية في مدينة نوة. هذه هي المباني السكنية. يقوم مركز سوري بنزع هذه الألغام الفردية التي زرعتها قوات النظام. هذه هي الألغام الفردية. التي زرعتها قوات النظام. يقوم المركز السوري إزالة الألغام بنزع هذه الألغام الفردية. هذه الفردية زرعتها قوات النظام. يقوم مركز سوري بنزع هذه الألغام الفردية التي زرعتها قوات النظام ومحيط المباني السكنية في مدينة نوة. مركز سوري زرعت الألغام نزع الألغام الفردية التي زرعتها قوات النظام.